ارتفاع فواتير الكهرباء وازدياد الحالات اللي يتوجهون على الجمعيات الخيرية قاطعين عنهم الكهرباء. من وين يدفعوا والفواتير مرتفعة؟ رواتبنا تبدأ من 325 ريال عماني. خلونا نكون واضحين، من المسؤول اللي بيتابع أو يشكلوا لجنة بمتابعة شركات الكهرباء؟ حقيقة مئات المسجات توصلني مقطوعة عنهم الكهرباء، ما عندهم يدفعوا. يعني وش يسووا براتبهم؟ مصاريف، أولاد، أجارات، كهرباء، ماي. حقيقة هذه المشكلة لازم تنحل. كم من الناس يشتكون، صار لهم الحين فترة طويلة وإلى الآن لم يتم التجاوب معهم. يجب تشكيل لجنة ومتابعة لشركات الكهرباء. حقيقة الموضوع ما ينسكت عنه ويجب يوصل للجهات المعنية والمختصة ومتابعة الكهرباء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.